يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، شكرا لجوقة المعمدان اللي عم بتشاركنا حلقتنا من بدايتها. وزي ما تكلمنا بأنه السياحة في مادبا مهمة جدا، وهناك مسارات سياحية متميزة في مادبا بدنا نطلع عليها مع زميلنا معاوية الرياشي وفريق العمل في تقرير خاص عن مسارات مادبا السياحية. يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، رح نستكمل عن مسارات مادبا، ولكن ما نتحدث اليوم عن معهد الفسيفساء، فن الفسيفساء والترميم في مادبا، اللي هو المعهد الوحيد في العالم اللي بيدرس فن الفسيفساء والترميم على أيدي مختصين. فبدنا نتحدث أكثر عن هذا المعهد مع عميد المعهد الدكتور أحمد العمايرة. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. بداية برحب فيك وبشكر التلفزيون الأردني وبشكر برنامج يسعد صباحك، وبقول لكم يسعد صباحكم في مادبا. يسعد صباحك مادبا دكتور. مادبا في سيفسائها البشرية والحجرية. مادبا متميزة خليني أقول بفن الفسيفساء، كنائس، أثرات، أماكن تاريخية سياحية مهمة جدا، كلها مزينة ومزركشة بالفسيفساء. فأقيم هذا المعهد في مادبا لتميز مادبا بهذا الفن، فحدثنا عن أهمية هذا المعهد في مادبا. ستي في البداية يجب أن أوضح للناس جميعا أنه في شيء جديد صار، أنه مادبا الآن دخلت على الخارطة السياحية الفسيفسية العالمية من خلال فوزها 2018 كمدينة في فسيفسائية في الحجر الفسيفسائي من قبل المجلس الأعلى للحرف اليدوية. في 2018 فازت وانضمت إلى شبكة المدن المبدعة في فن الفسيفساء. هسه ما بنروح على اي محل او مؤتمر او اي حدث عالمي غير نشوف في بانوراما لمادبا لانها مدينه فسيفساء. كل المؤتمرات اللي بنحضرها في ناس من خبراء وابحاث ودكاتره وعلماء بتحدثوا عن مادبا. نعم. طبعا جاءت هذه من خلال وجود معهد الان متخصص في فن وصيانه وترميم الفسيفساء. هذا المعهد الذي هو الان الوحيد على مستوى العالم الذي يمنح درجه فن وترميم الفسيفساء دبلوم شامل. الطالب بيدرس فيه سنتين هون، بعدين بيذهب الى الامتحان في جامعه البلقه التطبيقيه، خريج هذا المعهد ياخذ دبلوم الشامل. هو الوحيد في العالم اللي بيشتغل على هذا الاساس. في معاهد في العالم تعطي دورات، لكن المعهد الوحيد على مستوى العالم اللي هو معهد تعليمي اكاديمي بمنح درجه دبلوم، يعني زي وهو عباره عن كليه جامعيه متوسطه تخضع لمعايير اعتماد واسس مع التعليم العالي. المعهد هذا الان يعني خلينا نقول اصبح ايقونه من ايقونات مادبا، لا يقتصر دوره على التعليم والتدريب لمادبا، بل اصبح يفتح باب زي التدريب والتشغيل، يعني اصبحنا نؤهل المجتمع المحلي مش بس الطلاب ندرسه، المجتمع المحلي كمان بندعم قيلهم دورات هون في سبيل انه نخلق فرص عمل لربات البيوت او للجمعيات الخيريه. الان في اقبال كبير، اشكر خليني يعني اشكر بالمجلس محافظه مادبا اللي بقدم الدعم من خلال هذه المشاريع لدعم المجتمع المحلي. كذلك الان مع المعهد وكل ما يعني كل المواقع السياحيه في مادبا سواء بقصبتها او بلواء ذيبان اصبحت على الخارطه السياحيه المحليه من خلال برنامج اللي اطلقته وزاره السياحه مشكوره اللي هو يلا الجنة، يلا الاردن جنة. وحقيقه انا يعني بسجل انه زاد من الحركه السياحيه للمجتمع المحلي وخاصه من كل محافظات المملكه. طب قد ايه في اقبال على المعهد دكتور من قبل يعني الشباب والشابات، وهل فقط في نطاق مادبا ولا في طلاب من الخارج؟ ست العزيزي الآن إذا يعني مش بدون مبالغة، الآن إحنا عندنا تقريبا تقدم أكثر من 600 طلب عندنا، وكل اللي بدنا إياهم 50 واحد من كل محافظات المملكة، لأنه كمان صندوق التدريب التشغيل التقني المرتبط بوزارة العمل أطلق عملنا معه اتفاقية على أنه نجلب عدد أكبر عدد ممكن من كل محافظات المملكة يدرسوا على حساب الصندوق ويأخذوا كمان 120 دينار. كذلك شركة البوتاس العربية مشكورة درست 20 طالب من أبناء الغور ومنحتهم رواتب شهرية. فلذلك أصبح المعهد متنوع يعني شامل لكل محافظات المملكة. لغاية 2014 كان يقتصر على أبناء مادبا، الآن يقتصر على كل أبناء
المملكة كلها، وهاي ثقافة الفسيفساء، وهذا مهنة الفسيفساء مهنة بسيطة جدا، أي واحد بيقدر يمارسها ويقدر يعني يتعلمها ويصير. أنا خريج المعهد، يعني أي واحد من خريج المعهد بيقول لي أنا عاطل عن العمل، أنا بقول له أنت متعطل عن العمل وليس عاطل عمل، لأنه بإمكانه في بيته يصنع لوحات فسيفسائية وبيع. وإحنا وأنا قلت له أي واحد بضمن لأي واحد بيعمل أي حاجة يجيبها عندي على المعهد وأنا ببيع له إياها بالسعر اللي ترضيه. الآن في إقبال شديد على شراء المنتج الفسيفسائي، لأنه المدينة أصبحت أصلا ليس مدينة أردنية فسيفسائية، مدينة عالمية، الكل الآن صار يحكي بأنه مادبة مدينة فسيفسائية، سيما وأن مادبة الآن يعني أصبحت يعني زي ما بقولوا محطة أنظار كل العالم، قريبة من المطار، قريبة من المغطس، فيها أهم شيء في كمان فيها شيء مهم في مادبة، مادبة فيها لواء ذيبان، فيها ذيبان عاصمة المؤابيين، ذيبان النقش الوحيد، أكبر نقش على مستوى الحفريات الأثرية وجد فيه ذيبان. احنا اليوم صباح وطننا الجميل من ذيبان بإذن الله. احنا الآن بدنا نتوجه لشباب وبنات هذا المعهد حتى نطلع من خلالهم على شو بيعملوا، كيف دراستهم وإنجازاتهم يعني، فخلينا نروح لعندهم. دكتور تفضل معنا.